ليكي كلواتي هلأ، لا المكان ولا حتى الزمان مناسب للحكي. وبهي المناسبة بحب خبرك إنه خطتنا فشلت وبكل جدارة، وهلأ صار لازم نفكر بخطة أحسن منها. عن جد؟ يلا فرجينا شو عندك أنتي، لأنه نحن كتير تأخرنا لنتخذ أي خطوة. ممكن أنتي ضيعتي كل آمالك، بس أنا ما استسلمت. سومان قدرت تتزوج من ابني رامفير وتصير مرته اليوم، بس ما رح تقدر بنوم إنها تكون كنة لإلي. صح إنن متزوجين، بس هالزواج ممكن نخربه إذا عرفنا كيف لازم نتصرف سوا. ليكي سندورة، أنا دعمتك لنفرق رامفير وسومان عن بعض، ورح ضلني عم بدعمك على طول. سومان أمره ما عاد يهمني أبدا، بس من هلأ ورايح فير بده يعيش ببيتك أنتي. ما لازم يصير شي لفير، وفهمي كلامي هاد كيف ما بدك. ليك بموتك إذا الشوكة بتغزه لحفيدي بسببك أنتي، وبوعدك إنه ما في حدا رح يلاقي جستك من العيلة كلها. اهدي كلواتي، اهدي. سومان هي اللي رح تخرب عيشتها، وثقي فيني بالقريب العاجل رح ترجع على بيتك مع حفيدك اللي بتحبيه، وهذا وعد. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.